ثمن وفد مجلس الشورى المشارك في فعاليات هذه البحرين التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن كلمة صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك، وإشادة سموه بنموذج البحريني المتميز في التعايش والسلام والانفتاح على الآخر، والذي نجحت من خلاله مملكة البحرين في تقديم تجربة يحتذى بها على مستوى العالم. وقد استعرض وفد المجلس خلال مشاركته في لقاءات متعددة حضرها ممثل المؤسسات البريطانية المعنية بالتعايش والتسامح الديني وبرلمانيين وأكاديميين وطلاب وعالميين التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين وما تعيشه من أجواء الانفتاح والتطور الذي يلامس مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، مؤكدين أن مملكة البحرين قد شهدت في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عهد البلاد المفدى حفظه الله نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات، ومنها تدعيم ثقافة التسامح والتقارب بين الأديان على المستويين الداخلي والخارجي، وذلك في ظل المبادرات الإنسانية والحضارية التي يتبناها جلالة الملك المفدى والتي تدعو للانفتاح على الآخر واحترام كافة الديانات والمذاهب.